نجم المسرح زي ما بيقول الكتاب. وانت في عز زهوتك لازم تحط في ذهنك في نفس اللحظة ان انت اضعف واحد. ملك الإفيه والنكتة والذهن الحاضر. انا متعتي في ان انا اسعد اللي حواليا. انا كنت ضابط شرطة فاشل. قال لهم شوفوا لي واحد بدل مدحت شلبي ده، لان ده هيبوظ الضباط وهيبوظ الاسم. حياتك بتحب الفلوس قوي. مين ما بيحبش المادة؟ ايه الواسطة اللي عند مدحت شلبي عشان يعمل كل ده؟ انا استضفت اشهر 30 شخصية في مصر في هذا التوقيت. اذاعوا 9 حلقات وقالوا كفايه عليه كده بقى، يعني ما يطلعش تاني. بتلبس قناع المراوغ عشان تخبي انتمائك الرياضي. كان اكتر واحد زعت مباريات اهلي وزمالك في التاريخ يعني. بيبو وبشير، بيبو والجول. سامحني يا بشير، سامحني، الله يخليك. حضرتك محترف خروج عن النص. انا ملك الخروج عن النص. هو قناع واحد لحضرتك مفيش غيره. اذا كنت مراوغه فانا اكثر من مراوغ. بتشجع مين؟ بشجعك انت. على المسرح مع منى عبد الوهاب، الليله 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.